السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات. مدام التحضيرات الرمضانيه اليوم ان شاء الله غنشارك معكم البريوات. فهنا عندي كيلو لاروب ديال اللوز اللي انني بعد ما انني شريته مسحتو شويه من الغبره ودرت عليه المطايب وخليته تقريبا واحد ساعه المكانه. انا حيت كان عندي اشياء اخرى غنقضيها خليت واحد ساعه ديال المكانه وبعد انا رجعت ليه. فبالنسبه للتقشير ديالو فهو التقشير ديالو بطريقه سهله غادي نشاركها معكم. انا كنت قشرته بالترموميكس، غادي الطريقه هي اللي درت معكم في اول الفيديو. وهنا ان شاء الله بعد ما انني قشرته فخديت نص ديال هذا المقدار. مثلا انا دابا دايره كيلو لارو فانا قسمته عينو ميزاني، قسمت النص هو انني طحنته هكا خضر، ها هو حتى كتولي العقده ديالو هي تقدري تجمعيها فحال هكا. فانا هذا اللي هو خضر فانا طحنته نيلته مزيان. وبالنسبه للمقدار الثاني فهو هذا المقدار الثاني اللي انا قليته وحمرته. واحد النصيحه البنات، نبغيكم الا حمرتوه ديروه في الزيت اللي تكون بارده، ما تخليوش الزيت السخونه عاد ترميو عليها اللوز. الزيت تكون بارده وتديروا هذاك المقدار ديال اللوز وتحمروه على خاطرو، حضيو معاه باش ما يتحرقش لكم ولا تحرق لكم، او تحمر بزاف فكما يجيش فيه واحد اللذه، ما كتجيش زوينه، كيجي شويه مر. ف من الاحسن المراقبه ونقصوا البوطه تكون قليله. فهنا بعد ما انني طحنتهم بزوج خلطتهم هنايا، ضفت عليهم واحد 100 غرام لكل نص كيلو، ضفت عليه 100 غرام ديال سكر سنيده في الطحين. مثلا هذا الاخضر النص الاول ديال الاخضر درت عليه 100 غرام، والنص الثاني ديال اللوز اللي هو محمر واللي ما مطحوش حتى منيل بزاف فهو كذلك درت عليه 100 غرام ديال السكر سنيده. فهنا غادي بعد ما انني غناخذ واحد الحبيبات ها هما ديال المسكه الحره، فغادي نشدها وندير واحد شويه ديال سنيده. فوالا البنات، غندير شويه ديال السنيده وغادي ندقها بالمهرز. الى عندكم المهرز الاخر داك المهرز ديال النحاس فعندكم ديروا هي دغيا كتدق. الى عندكم المهرز ديال هذا ديال العود فكليكم فكل شيء كيصلح. هنا بعد ما انني غنكون دقيت المسكه ديالتي مزيان غادي نضيف واحد المعلقه ماشي صغيره ماشي عامره بزاف ديال المسكه الحره اللي انا دقيت مع ديك شويه ديال السكر. وغادي نحتاج كذلك تقريبا واحد 100 غرام ديال السكر سنيده، وكذلك واحد لاسيوس اللي انا دائما كنديرو في البريوات عندي هو انني كنضيف لا كونفيتور ديال المشماش واحد المعلقه باش تجيكم ديك التعليكه زوينه كتطلع البنات التعليكه ديال البريوات، ولكن تخلطوهم بديال المشماش اللي كيكون مطحون بزاف. هنا غادي نضيف واحد معلقه ديال لا كونفيتور المشماش، وكذلك غتكون عندي الحاجه ل 4 معالق ديال الزبده، لان في كل نص كيلو كديروا جوج المعالق، غندير 4 المعالق. وكذلك غادي نحتاج واحد جوج معالق كبار صغار او جوج معالق او معلقه كبيره ديال القرفه باش نستملينا. هنا غادي نبدا على خلط هاد الاشياء اللي بغي يخلط هاد المقادير كلها بالعجانه فيخلط، اللي بغى يخلط بيدو فانا كنفضل
انني كنخلط بيدي، لان وغادي نحتاج واحد نص كاس تقريبا، واحد نص كاس ديال الماء الزهر. هنا كنخلط غير داك المسكه اللي دارت وداك السنيده وداك لا كونفيتور، معلقه ديال الكونفيتور هي اللي كنخلط باش تجانس مع بعضياتها. عاد انني غادي نضيف الزهر. هنا غادي نبدا على الاضافه ديال الماء ديال الزهر بشويه بشويه، حتى انني كنحس بالعقده ديالي جمعات ليا مزيان. فهنا هاي العقده ديالي باش كنعرفها بان صافي تجانست هذيك العناصر. وما نكثروش البنات، ما تكثروش الماء الزهر، فهو من بعد راه كينشف اللوز. فهنا عاد غادي نبدا ندير كويرات ديالي على حسب الشكل او العبار ديال البريوه اللي غادي ندير. ها انتم البنات القدر اللي حصلت عليه. هنا ان شاء الله غادي نبدا في الورقه، نخليهم واحد شويه نغسل يديا وغادي نبدا نقطع في الورقه باش نوري لكم الطريقه السهله. هنا البنات بعد ما غناخذ الورقه غادي ندهنها، عفوا ندهنها بالزيت. هاد الاولى ما هي في كل كوشه، كل ورقه كندهنوها بالزيت. قطعوها بهذه الطريقه باش انها تجي لينا كاريه. تبعت هذا المقص راه ماشي انا خاص غير بالحلويات، ما كنقطع به حتى شي حاجه. فهنا بعد ما كنكونوا قطعنا هادو باش نخرجوهم شكل طوائل، كتبقاو نتوما عينيكم ميزانكم على حسب نتوما البريوه قداش بغيتو ديروها. فانا غادي نحتفظ بهاد لي باسور انتما البنات. هاد لي باسور اللي وري اللي عليه قطعت الباندا الاولى غادي تخرج لكم البريوه في هاد الحجم. انا بالنسبه ليا هكا اللي بغيتها. اذا غادي نكمل بنفس الطريقه ديال الباندا. خفتوا نتوما انكم ما تجيبوهاش هي كيبقى دائما عينكم اذا خفتكم ما تجيبوهاش هي، فدائما كتحطوا الباندا الاولى واللي عليها كتقطعوا، يعني كيبقى عندكم الاختيار. اللي ما قدرش انه تاخذ العبار يعني هي وعينها ميزانها. هنا بعد ما قطعت جميع الباندات غادي نجمعهم ونديرهم في بلاستيك، وغادي نبقى في كل مره فيما نكمل باندا وحده انني فيما نكمل باندا نجبد الاخرين. الطريقه الامثل وهي السهله اللي باش انك تكملي بالزربه. هنا دائما كتستفي، عفوا راني نسيت بالنسبه لهاد لي بوند اللي درت هنا، حيت قبيله راني وريتكم غير لاكوش الفوقانيه اللي درت ليها، غير الورقه الفوقانيه هي اللي دهنتها بشويه ديال الزيت. هنا غادي ندهن، فعما نقطع لي بوند غندهن باش انني يمكن ليا طريقه سهله
وسريعه انني نكمل البروات ديالي. فانا غادي نستفهم بحال هكا بربعة. من الاحسن انه الا كان العوين فكتسهل على الانسان انه بالزربه انه كيخرجهم وكيسالي بواحد الطريقه اللي هي كتكون سريعه. فهذا الانسان اللي عنده اللي يعاونه. فهنا كنحتاج واحد الشويه ديال الدقيق اللي به بانني كنسد الورقه. بالنسبه للورقه هذه ديال البريوه اللي خديت، فهادي ديال البخار، فديال البخار كتكون احسن من هذيك اللي كطيب ديريكتومون، ولكن ديال البخار زوينه كتطلع زوينه. ورا البنات كتحطوا هادي هكا، فهاد القنت اللي هنا كنحطوه هنا، كنبقاو حنا كنجمعوا يدينا غاديين، حنا كنجمعوا يدينا وهي كتمشي غادا هكا متلته. ها نتوما في الاخير كنقبض شويه ديال الدقيق اللي كنكون عادي ما فيه لا من الحلاوه ولا غير الدقيق باش انني يمكن ليا الجمع. هنا فوالا هي كتخرج لنا البريوه ديالنا قاده مزيانه. غادي نوريكم الثانيه فسهله بزاف. عاد هنا كندورها هكا وحنا غاديين ماشي كنرخيو يدينا، كنحاولوا اننا كنجمعوا يدينا مزيرين. الورقه ما كتقطعش، كتكون جديده ما كتقطعش. من الافضل انكم تشتغلوا بالورقات البخار واللي هي كتكون جديده ديال داك النهار. هنا فوالا ها نتوما الا بقات لي شي حاجه هنا كنعاود كنجمعها عفوا بالعجينه. فوالا هي البريوه ديالنا كيفاش طلعت. ها نتوما بعد ما انا لويت البريوات ديالي كاملين، هنا غادي نمر المرحله ديال القلي. المرحله ديال القلي ما كتبغيش البوطه تكون مجهده باش ما تحرقوش لكم. هما دغيا كيطيبوا، كيبغيو يطيبوا بشويه في حراره معتدله باش انهم يدخلوا الطياب. ايوا البنات ها نتوما لاطوش فينا جاو غزالين مقرملين، كتشوفوا العسل باقي بزاف فيهم لان هزيتهم انا غير بالصور، ولكن انا غنبيتهم في العسل ما غاديش نخرجهم دابا. ها نتوما البنات كما كتشوفوا كيجيو من الداخل مقرملين وغزالين. المهم ما كيهمكمش العسل، انا هزيت ديريكتومون حتى في التوصيل باش نصور، ما غاديش غادي نخليهم يباتوا 24 ساعه في هنا في العسل.